لا شفنا الواي واي كونكشن امبالانس، تسعة نشوف ايش الواي دلتا كونكشن. اوكي بدنا من هون نوجد ايش الفيز واللاين كارد. الاي اي بي الفيز كارنت اي اي بي شو بتساوي الفي اي بي على الزد سي في الاي بي سي تساوي الفي بي سي على الزد اي والاي سي اي بتساوي الفي سي اي على الزد بي. تمام ظل عندي ايش اللاين كرنت هذا شو بدلالة الفيس كرنت اي 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 شو بتساوي اي اي بي ناقص اي سي اي. واي بي بي بتساوي اي بي سي ناقص اي اي بي. والاي سي سي بتساوي اي سي اي ناقص اي بي سي. تمام نعرف كمان ايش ال IA IAA زائد IB B زائد I CC equal 0. تمام هون عندي مثال ل star delta connection و امبلنس. هنكتب المش لهاي السيركت ماينس في ام زائد اي 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 في الزد لوب زائد زد سي في الاي اي بي ماينس اي بي B في الزد لود equal 0. اوكي عندنا ايش كمان زائد في بي نكتبها هون في بي موجب. تمام الكفعل الثانية minus في بي ام زائد اي بي بي زد لود او زد لاين عفوا زي ترانزمشن لاين زائد اي بي سي زد اي ماينس اي سي سي في الزد لاين زائد في سي ان كول زيرو. تمام والمشي الأخيرة اللي هي زد اي في الاي بي سي زد زد بي الاي بي سي او اي سي اي زد سي في الاي اي بي. نعرف كمان ايش اللاين كارنت اي 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 تساوي اي اي بي ماينس اي سي اي واي بي بي تساوي اي بي سي ماينس اي اي بي و اي سي سي تساوي اي سي اي ماينس اي بي سي.
هاي المعادلات للسيركت هاي unbalanced y delta connection.